السلام عليكم. هذا الفيديو قصة لرجل ورد في حديث صححه البخاري. هذا الرجل كان يرتكب الكثير من المعاصي، ووصل به الأمر إلى أن قتل 99 شخصا. فبدأ يبحث عن باب للتوبة، وقصد أحد العلماء الكبار وسأله عن حاله، عن أمل له في التوبة. فقال له الإمام أو العالم: لا أمل لك في التوبة ما دمت قتلت 99 شخصا، لأن هناك حديثا يقول أن الشخص ما يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فأحس الرجل بغيظ شديد فقتل العالم وأصبح في عداده 100 قتيل. لم ييأس الرجل فسأل عن عالم آخر فقصده وحكى له عن أمره، فقال له ذلك العالم: لا تيأس، فباب التوبة مفتوح، لكن أنصحك أن تغادر ذلك البلد الذي ارتكبت فيه كل تلك المعاصي. فعمل الرجل بنصيحة العالم وشد رحاله لبلاد أخرى. في طريقه للهجرة توفي، فبدأت ملائكة الرحمة والعذاب تتنازعه لكي يحمل للجنة أو النار، إلى أن فصل أحد الملكين في الأمر وقال بأن الحل هو أن نقيس المسافة بين دار المعاصي التي جاء منها هذا الرجل ونقيس في الجهة الأخرى المسافة التي تفصله عن دار الأمان التي كان ينوي أن يقصدها. لما حكم في الأمر اتضح أن المسافة التي تفصله عن دار الأمان أكبر بكثير من المسافة التي تفصله عن دار المعاصي، فأمر الله سبحانه وتعالى أن تطوى الأرض لكي يقترب الرجل من دار الأمان، وبالتالي تحمله ملائكة الرحمة معها إلى الجنة. لأن هذا هو حديث اليوم، فقط لتنبيه بعض الناس ممن يتمادون في المعاصي ويقولون أن استقامتهم من المحال وأن مصيرهم هي النار المحتومة. إذا تذكروا جيدا هذا، فباب التوبة مفتوح ولا يغلق أبداً.